نتيجة معهما سهرة أمس بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، المتابعة لليلى بن فرحات. لقاء ودي أجراه نادي شباب قسنطينة أمام منافس اسمه نادي إسبانيول برشلونة. اللقاء سمح لأنصار الشباب الوقوف على جديد الفريق الذي سيلعب الموسم المقبل على جبهة مختلفة. تعادل بهدفين لهدفين، الهدف الأول سجله عنتر بوشريط في الدقيقة 49 من اللقاء معدلا النتيجة، بعد أن كان الإسبانيول هو السباق لفتح باب التسجيل، وكان ذلك منذ الدقيقة الثانية عن طريق كريستيان ستيواني. بعدها ويونانس، وبالتحديد في الدقيقة 78 من اللقاء، تمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح إسبانيول برشلونة، لكن كان ذلك قبل أن يتمكن بهلول من تعديل النتيجة مرة أخرى، وكان في الوقت بدل ضائع. ونتيجة هدفان لهدفين سمحت للمدرب الفرانكو إيطالي الوقوف على إمكانية الفريق ومدى جاهزيته لموسم كامل ضمن حظيرة الرابطة المحترفة الأولى. ومن المستطاع